السلام عليكم بنات، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناه كوكتيل شانيل. وان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الكيك غولي بثلاثه ديال المكونات، يعني كنديروا على شكل جينواز بالمربى. غادي نحتاج في المقادير ديالو خمسة ديال البيضات، واحد القبيصه ديال الملح، 150 غرام ديال السكر سنيده. غادي نطرب هادشي بالطراب الكهربائي. فوالا البنات، بعد ما كنطرب كما شفتوا البيض مع السكر كيطلع حتى كيضاعف، ماشي كيضاعف نورمالمون، كيولي ثلاثة ديال المرات بالحجم ديالو وكيرجع بيض. دابا غادي نضيف كاس ونص ديال العنبة ديال الدقيق. الدقيق ضروري يكون مغربل وندخلوه غير بشوية بشوية باش ما يهبطناش البيض ديالنا. اي هو البيض ضروري خصو يضاعف، الا ما ضاعفش راه ما تصدقش ليكم، لان حنا هنا ما كنديروش الخميرة. البنات دابا كناخذ اللاطه ديال الفران، انا عندي ديال الفرن الكهربائي، وكندهنها بشويه ديال الزبده، وكنلبس لها هذا البابي كويسون ضروري باش ما تلصقناش هذا الجينواز ديالنا. وقت اللي تكونوا كتخدموا الجينواز ديالكم خص الفران يكون كيسخن من الفوق ومن التحت، حيت حنا كنحطوها الوسط باش كطيب على 170 درجه. ضروري غطيب على النار شي شويه، ما تكونش مجهده بزاف. بالنسبه للقوام ديال الكيك، هانتوما شفتوا كيبقى داك، يعني كيبقى بحال مرغوي، يعني البيض ما كيطيحش لينا غير بشويه حتى كتدخلوا داك الدقيق ديالكم. دابا غادي نخويه في هاد اللاطه هادي، كما شفتوا كتطلقوها على اللاطه ديالكم كامله، وكندخلوها للفران كما قلت لكم مسخن من قبل ومعلى 170 درجه، وخليو العافيه من الفوق ومن التحت باش هي كطيب دغيا، كطيب ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، وغادي طيب لكم. فوالا البنات، بعد ما كطيب لنا الجينواز ديالنا نتوما كما شفتوا ما تحمروهاش بزاف، راه دغيا كطيب بك بلا حتى شي 7 دقائق كتكون طايبه. صافي كنبقاو نجرو الكاغيط راه دغيا كيزول. غادي نلويها محده باقا سخونه باش تشد لافوغ، مع من بعد ندير لها المربى. بغيتو تلويوها على الطول غادي يجيكم الرولي شويه غليظ، بغيتو ديروها على العرض غيجيكم هو هذاك. انا دابا غادي نديرها على العرض. صافي كنبقاو نلويوها في الكاغيط ديالها غير تشد لافوغ ديالها، وعاد نرجع نحلها باش ندير لها المربى ونزينوها. صافي دابا كنحلها وكندير المربى، كنبقاو نلويوها بهذا الشكل هذا زين. انا غادي نزين غير بشويه ديال السكر كلاصي ونقطعها لكم باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. صافي البنات، من بعد ما درت السكر كلاصي دابا غادي نبدا نقطع فيه. غادي نقطعو غير طرونشات هكذا مقادين ونديرهم في ليكيسات في البيض، ونشوفكم في طبق التقديم. فوالا البنات، كما شفتوا الكيك غولي ديالنا كيفاش جا، هانتوما شفتوا كيجي زوين ومفشفش. وبالنسبه للخميره البنات ما كاينلاش بزاف، الناس ما كيبغيوش الخميره، فانا درتها لكم هاد المره بلا خميره. وراه عندي كيك رولي اخر فيه حليب وفيه بزاف ديال المقادير، هذاك اللي بغيتو ديروه جربوه، مي هذا فيه ثلاثه ديال المقادير كما شفتوا، غير البيض والسكر والطحين، غير المقادير خصها تكون مضبوطه كما قلت لكم. وملي تكونوا كديروا له الباتور ديالكم خص يكون الباتور مزيان، او ديروا الماء يكون سخون من تحت من الاناء اللي كتخدموا فيه. كما شفتوا زينتهم شي شويه هكا بلي سوريز هكا الا بغيتو، ما بغيتوش ديروا شويه ديال المربى والكوك، ديروا غير شط سكر كلاصي. هادو بالنسبه للقهوه كيجي رائع صراحه. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وتنجحوا فيه، ونشوفكم فيديو جديده. السلام عليكم.